ومشاهدينا، هواية من الحرف اليدوية اليوم تم تسميتها بالصناعات التقليدية، وهذا الاسم ارتبط باليد لأن اليد هي الأداة الوحيدة اللي تستخدم بهذه الصناعات بشكل أساسي، وبالتالي هي تعتبر مهارات يدوية تقليدية بسيطة تحولت من هوايات وتسلية إلى مهن وحرف يسترزق من خلالها هواية من الحرفيين. صحيح كريستينا، وحتى أصحاب الهوايات يعني مو شرط يتم عرض الأعمال للبيع، ومن هاي الأمثلة على هذه الحرف الجميلة هي الحياكة، الخياطة، والتطريز والنسيج والسجاد والنحت وتشكيل الخزف وصناعة الزجاج وصناعة الصابون والمنتجات المنزلية الأخرى، وأيضا الخط، الخط على الأواني، على اللوحات أو الكتابة بشكل احترافي على برواز صورة أو حتى على كوب القهوة أو الشاي. فاليوم راح نرحب بضيفنا ياسين من محافظة الموصل حتى يعرفنا أكثر على الفن العربي والعمل مالته. نورتنا. صباحك صباح ياسين، نورتنا. صباح الخير. أشوفكم إن شاء الله بخير. شكرا لك. الخط العربي هو خط يعني صار له عقود من السنين. هذا الخط يعتبر الخط هو المفتاح لكل الخطوط، مثلا خط الرقعة، خط الديواني، خط الثلث، وممكن انه هذا الخط يدخل بخط القرآن، نعم، او خط الشعارات، او كثير مجالات بالحياة. نعم. ياسين، احنا بالبداية حابين نعرف من عندك شلون مثلا انت تعلمت انه تكتب بهذا الخط الحلو، ومنو علمك، وشلون بديتها، باي عمر كنت؟ بداية كان ب 2018 فترة دراستي للسادس. البداية كانت كلش بسيطة، مجرد خط اقتباسات اعتيادية. بعدين الأمر تطور، يعني اطلعت على القواعد، على أنواع الخطوط، وصرت أدرسها بداية من الحروف، اتصالات الحروف، وبعدين الكلمات. بعدها مرور فترة من الزمن اتطور الأمر وفتحت مشروع. هذا المشروع أقدم به منتجات. هذه المنتجات عادة تكون يعني أشتغلها بعناية، ممكن منها يعني يتصنع داخل العراق، يعني شغل يدوي، أو ممكن أشتريها جاهزة وأضيف عليها الخط العربي. هذه المنتجات يعني متوفرة دائما، يعني بأسعار خلينا نقول ما كلش عالية، حتى أكثر الناس ممكن إنه يشتروها وما تكون غالية على الأشخاص. سيد ياسين، أنت من أنت وصغير كنت مشهور بأنه عندك خط حلو، لو بعدين من كبرت بديت تدرسها حتى تسوي أمل همنا يا من الناس اللي خطهم مو حلو وفقدين الأمل من خطوطهم. لا، خطي كلش ما حلو كان، بس كان عندي حب الخط، يعني الشعارات اللي مكتوبة بالشوارع، أو الناس اللي يخطون، أو الناس اللي عندهم خط حلو. يعني عندك شغف للخط. نعم، كان عندي شغف واكتشفتها في فترة السادس وحبيت أطورها. حلو. طبعا احنا نشوف انه انت حاط لمساتك بكل الاشياء الموجوده يمنا، يعني احلى شيء يعني شفت انه هذا البطل اللي هو يستعمل المي او الكوفي، نعم، القهوه وغيرها، يعني حاب انه شلون انه ضفت لمسات حلوه وبسيطه غيرت، ممكن حتى انه تكتب اسم. نعم. وفكره الكتابه على البطل هي فكره جديده. نعم. يعني حتى هنا اكو بده يكتب اسماء الناس همين عليه، او ممكن حروف اضيفها يعني حتى تنطي جماليه شويه للقطعه. نعم. غالبا اختار القطعه اللي تكون مميزه يعني. نعم. وهالشيء كلش متعب، يعني ممكن ياخذ من عندي فتره كلش طويله حتى اثبت على فد شغله او منتج معين. حلو. يعني كل شغله تشوفوها من المنتجات مالتي ماخذه من عندي شهور او اسابيع يلا ضبطت وثبتت عليها. يعني حلو. يعني مثلا هذا الاطار تقريبا اخذ من عندي 5 أشهر. نعم. ما بين انه القي الاحد اللي يشتغله، الاسعار حتى تكون مناسبه لكل الاشخاص يقدرون يشتروه. نعم. وبنفس الوقت قطعه كلش جميله وتناسب جميع الاذواق. طيب هذه الالوان ما راح تروح يعني ويا الاستخدام، خاصه انه مثلا مثل هذا كوب للقهوه، عندك كفرات التليفون والدفتر، ممكن هذه تكون استعمالات يوميه شخص يقدر. نعم. يستخدمها، فهنا ما راح تتاثر هذه الالوان وتروح الكتابات ما بعدها. هو هنا يعني تجري عده تجارب عليها، يعني كان غسل او كان مثلا استخدام يومي الى ان تضبط وتكون كلش مناسبه. صحيح. اعرضها كمنتج، بالتالي هي يعني الناس هم يعرفوني، يعرفون. نعم. ياسين يقدم منتجات كلش هذا، اذا قدمت. نعم. لهم منتج يعني ما بالمستوى المطلوب فراح تكون هذا الشيء سلبي علي. ف يعني تجري عده تجارب بعدين اعرضها كمنتج. سيد ياسين، دائما من واحد يفتح مشروع الخاص اكو يعني بمنتج خاص يسويها تكون الضربه القويه، يعني يشتهر بها. انت شنو اللي كان يميزك وشنو اللي فعلا خلاك تدخل بين الناس والشيء اللي كلش عجب الناس من عدا موضوع الخط؟ يعني شنو هو الشيء اللي موجود هنا هسه يمنا اللي بديت من يمها انه تحصل على
يعني مقابل مادي جيد؟ هو بداية كانت الكفرات، يعني قبل ما افتح المتجر هو كان كنت اعرضه يعني بلمسه كلش مميزه والناس يحبوها. من عندها بدات الفكره، بدات بالدفاتر اضافه للقطع الخشبيه، الاطارات. حاليا الدفاتر هي متصدره المبيعات بالمتجر عندي الحمد لله، وبقيه الاشياء يعني كل فتره. بسبب افتتاح الكليات والمدارس الدفاتر؟ نعم، هي تناسب جميع الفئات، المدارس، الجامعات، او حتى الكتاب او الاشخاص العاديين ممكن يكتبون يومياتهم، وبها لمسه مميزه انه اسمه على هذا، اضافه لبقيه الاشياء. يعني من انقطع فتره وارجع انزلهم شيء جديد، يعني شيء جديد الناس كلش راح يحبوه، راح يصير عليه طلب. صح. حلو. طبعا احنا انت جايب ويا كمان الادوات. نعم. راح تخط لنا شيء. وشفنا انت همينا كاتب اسم المعده مالتنا سرى، فشنو حاب هسه تكتب اسم؟ اسماكم اسم منو؟ يلا شاهي. كريستينا هي اسمها وانا اسمي شاهي. تمام. شوف بعد ياهو افضل واسهل. راح اكتب الاثنين حتى تجمعكم ب تمام. بعدين راح نتعارك عليها مو اذا اسمين. اخط لكم واحده ثانيه. ماكو مشكله. اخذي لك. اسمي الثاني شاهي. شاهي؟ شاهي شاهي بدون نون. شاهي حط بيناتهم قلب. طيب ياسين، ينطلب من عندك انه ترسم او تكتب على مثلا خلينا نقول التيشيرتات او الجنط، لانه هسه همينا صارت هوايه انه الناس تحب تكتب هذه التفاصيل. نعم. مثلا على بلوزه تهديها لشخص او على الجنط الخاصه بها اللي اذا كانت سفر او شنطات يدويه. نعم، ينطلب من عندي هذا الشيء، لكن صراحه يحتاج لادوات شويه متطوره كطباعه او غسل ممكن. نعم. يطلب من عندي ادوات يعني كاجهزه. نعم. تمام. نعم. خلينا نشوف الكتابة. عاشت ايدك. شاهي. شوفي حتى القلب سواها. هذه راح نحطها هنا حتى بهذا الرف حتى تبقى ذكرى من عندك. شكرا لك. عاشت ايدك. طيب اللوحة ايضا انا شفتك انه انت جايبها حتى تحط لنا شيء عليها. طبعا. وانت اصلا مخلي حروف، هذه صحيح موجودة؟ هذه حروف تشكيلية بخط الوسام. اوكي. تتشكل وتنطي طابع يعني كانما اللوحة 3D. ايه صحيح. هذا بما انه هي انه 3D كانه تاخذ وقت اكثر ويراد لها وقت اكثر. نعم. تحتاج لشويه وقت يلا تجهز، لان كل درجه بها يعني الدرجه الاولى تكون لون اعمق، ترجع بعدين تفتح الالوان وحتى تنطي تاثير العمق بالنهايه. نعم. نعم. تقدر شنو راح تكتب لنا عليهم؟ ما اعرف اسم ثاني. برنامج اسم البرنامج صباح الشرقي موجوده قدامك. لا صباح دجلة، أو أنا أقول يعني أقول قناة دجلة نكتب أو بدجلة فقط حتى تبقى ذكرى لكل القناة ممكن يعني. تمام. نعم. أقربها كذا. أنا هسه راح أغار من الكلمات اللي إذا تكتبها هناك، ليش ما كانت في شيء؟
هذه الصالة. الله على الشفيدة، جميل جدا. يعني احنا غرنا صراحة. اسم دجة اللي كتبته على اللوحة أجمل من اسمنا، ليش؟ أرجع عيدة بشكل أحلى إن شاء الله. كلش حلو، على الشفيدة. جدا. سيد ياسين، احنا اللي عرفناه أنه أنت همنا مهندس. نعم. نعم. فشلون يعني اكو ربط بين هاي العملين مال الخطاط والمهندس؟ يعني انت ربطت بيناتهم بمرحله من مراحل الشغل هذا؟ ما ربطت، لان انا مجالي هندسه مدني، يعني ما يربط بين الخط. نعم. بس ممكن انه اسلوب الحياه او اسلوب الشخص يعني. نعم. دخل الهندسه بهاي الاشياء يعني. نعم. سيد ياسين، احنا عندنا مذيعه ثالثه همينة. نعم. نعم، اسمها إسراء، اذا تقدر تكتب اسمها. ماكو اشكال. هي هسه بعدها شاهي، اذا بتنطي لها تتفضلين بس. نعم. هذه اكتبها على الوجه الثاني. اجيب يمكن البنفسجي حلو للبنات. اوكي. نعم. إسراء. ايه إسراء. ما شاء الله عليك، سريع وخطك حلو. يعني جدا. خلينا نشوف الاثنين مع بعض حتى نشوف المشاهدين الثاني ايضا. الله يبارك، ما شاء الله. نعم، جميل جدا. نشوف طبعا هذا الخط يختلف، يعني اللي كتبت اسماء نبي يختلف عن اسم اسراء الخط الاخ. لا، نوع الخط اللي خطيت اسماءكم نفس الخط، نفس اللي الخط. هو يسمى الديواني. أوكي. اما هذا الخط يختلف، هذا يسمى خط الوسام. خط الوسام. نعم. هو تشكيلي اكثر من خطوط البقيه. يعني هو خط، يعني عفوا، خط غير كلاسيكي. نعم. مختلف عن الخطوط البقيه اللي تكون كلاسيكيه واللي يعتمدها الخطاطين عاده. نعم. سيد ياسين، برايك شنو الشخص اذا حابب يمارس هاي المهنه او هاي الموهبه، شنو الشيء اللي يحتاجه او الخطوه اللي يحتاجها حتى يقدر يبدع بها؟ الخط يختلف عن باقي المجالات، يعني ما مثل الرسم ممكن انه الواحد يتعلمه حتى اذا كان خطه كلش سيء، انه هو يعتمد على قواعد معينه. نعم. بدايه يحتاج ادوات كلش بسيطه اللي هي القلم والقصبه او الحبر. تمام. ويبلش بخط كلش سهل اللي هو خط الرقعه. نعم. عاده هذا الخط يرشحوه الخطاطين وينطوه للتلاميذ مالتهم حتى. نعم. يتعلموه. نعم. يبلش بدايه بسيطه، حروف، بعدين اتصالات الحروف، وبعدين الكلمات. نعم. تدريجيا راح يتحسن خطه وراح يصل لمستوى كلش، بس يحتاج صبر، لان هو الخط يعني التحسن مالته كلش ياخذ فتره طويله. نعم. والمتعلم لازم يتحلى بالصبر حتى بالنهايه ينال على نتيجه حلوه. نعم. طيب استاذ ياسين، انت شاركت بمعارض، خاصه يعني اللوحات والاشياء اللي جايبها ما شاء الله عليها كلش حلوه، ويمكن اني يعني هسه بدي افكر مثلا اذا يكون عندي عيد ميلاد قريب، يعني هذه الهدايا وينذكر مثلا معنوية. اسم الشخص او شيء مثلا الكتاب او الدفتر الموجود وغيرها، يعني صح. افكار كلش حلوه، والواحد فعلا يعني يعتز بها اكثر لما يشوف هذا الخط الحلو ويخليه بالبيت. كلش حلوه. شكرا. المعارض، نعم، شاركت غالبا ما تصير المعارض داخل الموصل وداخل الجامعات. نعم. مثلا مهرجان السلام او مهرجانات ثانيه، ودائما تكون يعني اقبال عليها من قبل الزبائن. نعم. 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 طبعا هذه الاشياء كلش حلوه، افكار. نعم. حلوه. اكو اشياء ثانيه مثلا انت هم ترسم عليها بس ما موجوده، ما موجوده. نعم. مثل شنو؟ مثل اكو بوكس حاليا اشتغل عليه، هو لحفظ الورد الطبيعي. عاده ما يكون مثلا خطوبه او تخرج او مناسبه عيد ميلاد، ممكن يصلهم ورد بعد فتره هذا الورد راح يجف. صح. ويعني مكان ما يكون بمكان، يعني ممكن انه يتلف هذا الورد. صحيح. وفرت هذا البوكس يكون بعمق معين ينضاف فيه هذا الورد، وينكتب عليه مثلا اسماء الاشخاص او التاريخ او عباره هم يحبوها.
واكو اشياء ثانيه حاليا عم اشتغل عليها وان شاء الله تكمل بالايام الجايه. ما شاء الله عليك، شكرا لك، شكرا على كل الاشياء اللي جبتها والاسماء اللي كتبتهم ايضا. شكرا لك، بالتوفيق دائما. الله يحفظك، شكرا.